وننتقل من اليمن إلى سوريا، حيث نفذ الجيش السوري ضربات نارية مكثفة لمواقع التنظيمات الإرهابية المسلحة على عدة محاور في ريف حماة الشمالي الغربي بالاشتراك مع سلاح الجو السوري الروسي المشترك. وذكرت تقارير صحفية إن وحدات الجيش السوري بدأت منذ مساء الجمعة تمهيدا ناريا مكثفا ومركزا عبر سلاحي ومركزا عبر سلاحي المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ باتجاه مواقع التنظيمات الإرهابية المسلحة في ريف حماة الشمالي الغربي. أضافت التقارير أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك استمر منذ أكثر من 3 ساعات بتنفيذ غارات جوية على مواقع الإرهابيين في اللطامنة وكفر زيتا والزكاة والأربعين وخان شيخون والأحايا في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي. إذن للتعليق وللمزيد من التفاصيل عن هذه العمليات أيضا، من دمشق ينضم إلينا اللواء محمد عباس نائب مدير الأكاديمية العسكرية العليا السورية سابقا. سيد اللواء، بعد التحية لحضرتك، ماذا عن هذه العمليات التي ذكرناها في سياق الخبر، تقدم للجيش السوري وأيضا ما تقوم به أو ما يقوم به الطيران الحربي السوري الروسي المشترك تجاه هذه الجماعات الإرهابية؟ السلام عليكم وعلى مشاهدكم الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. قوات مسلحة سورية تنفذ أعمالا قتالية متواصلة ضد أماكن وجود مجموعة كبيرة مسلحة والتي سمت نفسها بالمعارضة السورية المعتدلة والتي تضم القوات الشيشانية والبلجيكية والإيزورية والقوات الكردستانية والقوات الأزرية، وهذه التي كلها جميعها تسمي نفسها معارضة سورية وتنفذ المهام المدفعية الصاروخية على معظم البلدات والمدن المحيطة في محيط مدينه حماة واسرائيليه ومحاربيه باتجاه منطقه الغرب والى شمال شرق اللاذقيه، تستهدف المدنيين والبنيه التحتيه كما تستهدف القوات المسلحه السوريه في هذه المناطق، وباستخدامها يوم امس كانت هنالك رمايات باتجاه مدينه اللاذقيه وعلى مدينه جبله على مسافه تزيد عن 70 الى 80 كيلومتر. بمعنى اوضح، القوات التركيه الغازيه والمحتله تقدم لهذه القوات التركيه البديله التي تسميها بمعارضه سوريه تحت هذا المسمى، تقدمها وتزودها بكل انواع الفجائر والصواريخ والوسائط المدفعيه الثقيله وبعيده المدى، وبالتالي نحن اليوم نتحدث عن قتال يدور بين الجيش السوري والجيش التركي البديل. يعني هذا الامر اتمنى من الساده المشاهدين ان يكون لديهم صوره واضحه. نحن اليوم نقاتل الجيش التركي، لكن هو التركي يستخدم ابنائنا كما يستخدم كل الارهابيين عالما الذين قدموا عبر الحدود التركيه واحتلوا الاراضي في منطقه ادلب ويمارسون اليوم الجنود ضد الدوله السوريه. القوات المسلحه السوريه باستخدام النيران المدفعيه وضربات الصواريخ والضربات الجويه تستهدف اليوم اماكن تجمع المجموعات وخطوط امدادها وتقوم بمحاوله منعها الان من التقدم، لان هذه المجموعات المسلحه يقوم التركي الان بمحاوله احداث تغيير في الجغرافيا السوريه، محاوله تغيير في خطوط التماس، وبالتالي يحاول ان تتقدم قواته لكي تحقق انجازا ما قد يفيده في الايام القادمه، طالما ان هنالك لقاء في سوتشي بين الرئيس بوتين والرئيس روحاني واردوغان. يبدو ان اردوغان يحاول ان يحقق انجازا عسكريا ما يراكمه من اجل ان يحقق وسائل جديده واوراق تفاوضيه جديده. القوات السورية اليوم هي تتصدى للنظام المدفعية المعادية الإرهابية التركية، في نفس الوقت تعمل على إنهاك القوات على إنهاك العدو المقابل وعلى شرذمة قواته وتجديد أدى الكمية من الخسائر، حتى تتم انطلاق استعدادا لأعمال قتالية مستقبلية يمكن من خلالها أن نضع حدا لهذا الهجوم الإرهابي في منطقة إدلب. طيب، هل هناك معاونة روسية واضحة وملموسة في مع الجيش السوري في مواجهة تركيا وفي مواجهة هذه القوات التركية التي وصفتها حضرتك بالمحتلة لإدلب؟ بكل تأكيد الطيران الحربي الروسي يقوم بتقديم الدعم الجوي وتوزيع الضربات المركزة ضد القوات الإرهابية التركية البديلة الموجودة في هذه الجغرافيا والتي تسمي نفسها بجبهة النصرة وتسمي نفسها ايضا بحراس الدين وقوات السلطان مراد وقوات السلطان الجوزي وقوات، يعني لاحظ ان هذه التسميات جميعا تسميات تركيه، وبالتالي لها صفه تركيه ولها يعني سمه تركيه تدل على منشئها وتدل على الجهه التي تدعمها، وهذه المجموعات اليوم تحت المسمى الاسلاموي وفي المنظومه الاخوانيه الاسلامويه
تحاول ان تفرض وجودها في هذه الجغرافيا او تقدم نفسها هي التي تقوم بحمايه المواطنين السوريين، تصور لانهم يحتلون الارض ويقولون انهم يقومون بحمايه المواطن السوري. في هذه الجغرافيا اعتقد ان القوات الامريكيه اليوم تقدم الدعم الجيد للقوات السوريه، وندرك تماما اننا نواجه تحصينات وتجهيزات تحت ارضيه تصل الى عمق اكثر من 30 متر تحت الارض، ومنظومه خنادق ومنظومه تحصينات شديده في التجهيز العمل فيه وشديده في الفعاليه. اذا نحن اليوم بحاجه الى هذا النوع من الضربات وهذا النوع من النيران القادره على اختراق هذه المناطق والتحصينات الامريكيه التي اتهمتها القوات التركيه الذين في هذه المنطقه، واعتقد انه يجب ان يتم وضع حد لهذا الهجوم الارهابي التركي في منطقه ادلب. نعم، طيب كان هناك بالامس سياده اللواء، يعني لو حضرتك طبعا تتابع وتتذكر معنا، اعلان من قبل او كان هناك مناوشات يعني تركيه امريكيه بشان مساله المنطقه الامنه، عدم الوصول الى اتفاق فيما يخص هذه المنطقه، تلويح من الجانب التركي بتدخل عسكري وبعمليه عسكريه قريبه ومحتمله، وكان طبعا هناك رفض من الجانب السوري وتم الاعلان عن هذا. تعقيب حضرتك على هذه الجزئية تحديدا، المفاوضات بين الجانب التركي والجانب الأمريكي بشأن المنطقة الأمنة. سيادة الفاضلة، الخارجية السورية أصدرت بيان شديد اللهجة، عبر فيه عن ردها لهذا التفاوض أو لهذا يعني الاستيلاء الأمريكي التركي على الجغرافيا السورية، ويعني ومحاولة أن يعطي من لا يستحق لمن لا يستحق، ومن لا يملك لمن لا يستحق. الأمريكي لا مجال لأن يكون له في الجغرافيا السورية، والتركي لا مكان له في سوريا، وبالتالي تقوم الخارجية الأمريكية بتعاون مع الأتراك من أجل أن يبرروا لهم احتلالا جديدا في منطقة شمال شرق الكوران. هذا الاحتلال يبدو أنه حتى الآن يعني هنالك بعض التفاوض او مفاوضات ما تتم بين الامريكي وبين التركي من اجل ان يبرروا للتركي دخوله الى الجغرافيا واحتلاله ايضا مناطق اخرى تحت مسمى ان هنالك قوات تركيه موجوده في هذه المنطقه. اودع لساده المشاهدين ان هؤلاء الاكراد في معظمهم او في السوريون الاكراد مع دوله سوريا. اتحدث عن السوريون الاكراد مع دوله سوريا. اما الاتراك الموجودين في سوريا فهم الان وتحت الطاوله يتعاونون بشكل كامل مع اردوغان ومع النظام التركي ومع النظام الامريكي. هذا يعني ان هنالك مؤامرات كبيره يتم من خلالها تبادل الادوار بين الامريكي والتركي وبين ما يسمى بقسد من اجل تكريس واقع انتقالي او واقع جغرافي جديد يقصد قيام كيان جديد تحت الرعايه الامريكيه وتحت ما يسمى بالتدخل التركي او التدخل الامريكي. في هذه الحاله الضبابيه من اضاعه الجنود في المنطقه يبدو ان الامريكي يريد ان يفرض الامر الواقع وان يقتسم هذه الجغرافيا ويمنحها الى التركي، بمعنى اوضح التركي يريد ان يقتسم الجغرافيا، وهنالك الشهايره اليوم يقومون بالاستيلاء على النفط السوري ومحاوله تصديره الى الكيان الصهيوني او الى تركيا. اذا نحن اليوم امام عدوان اقتصادي اجتماعي سياسي ثقافي عسكري في هذه المنطقه يراد من خلاله تكريس واقع جديد، وايضا التركي في الشمال في منطقه ادلب وفي الشمال الشرق يريد ان يحتل هذه الجغرافيا ويعود الى معاهده لوزان 1923 ليتخلص منها ويفرض احتلالا جديدا الجغرافيا السوريه. يذكر مره اخرى ان التركي كان يحاول احتلال سوريا بالكامل، وهذا الامر ما يزال ضمن احلام ضمن اوهام اردوغان، ويبدو انه يحاول يلتقط هذا الجغرافيا. الدوله السوريه تصر على قيادتها وعلى تمسكها بالسياده الوطنيه السوريه ومع كل المواطنين وبكل الشعب السوري وكل اصدقائها، لن نسمح لتركيا ولا لاردوغان ولا لامريكا ولا لاسرائيل ان يحتل اي جزء من اراضي سوريا، رغم اننا اليوم نواجه عدوانا متواصلا ومستمرا تحت ما يسمى بقسد او نصرة والمجموعات الارهابيه المسلحه، والقوات السوريه اليوم التي تعمل بالتعاون مع المواطن السوري الشعب السوري الذي يحتل الجيش ويحتضن القياده، واعتقد اننا سوف نحقق الانتصار باذن الله تعالى. نعم، ولكن كان هناك تصريحات من الجانب التركي ويعني مسؤولين اتراك تحدثوا عن مساله انه
استخدام ورقة اللاجئين ومسألة اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا، وإنه أردوغان يريد هذه المنطقة الآمنة لعودة أو لتسهيل عودة هؤلاء اللاجئين السوريين إلى بلدانهم. هل تعتقد بأن هذه الورقة هي خضعة أيضا مثل ورقة الأكراد التي تحدثت عنها حضرتك، وأنها مستغلة من قبل الطرفين الأمريكي والتركي؟ شكرا لك لسؤال دقيق في مكانة الفاضلة. التركي كما شاهدنا أكثر من الأولي عندما نجحت اسطنبول كان رهانه على الحدث اللاعب في ورقة اللاجئين السوريين في اسطنبول. بعدما خسر أردوغان في اسطنبول عاد مرة ثانية أردوغان لكي يلعب في ورقة اللاجئين السوريين، ورجعت عملية الضغط وطرد الضغط على اللاجئ السوري وطرده من اسطنبول ومن مكتبة المدن التركية والقول انه في غير مكانه وان مكانه الان يجب ان يكون في منطقة الحدود. لماذا؟ لذلك عملية مساومة عن ورقة اللاجئ السوري من اجل اخراجه من المنطقة التي غادرها من المنطقة الحدودية ودخل فيها الى الاراضي المدن التركية الى عن طريق اسطنبول وعزيز ومناطق اخرى. اذا التركي الان يحاول ان يفرض على السوريين الذهاب الى المنطقة الامنية وليست المنطقة الآمنة، هم يقولون أنها منطقة آمنة. نفس المنطقة التي تحدث أردوغان عنها منذ بداية الهجوم على سوريا وقال أنها منطقة حظر الطيران، أنها منطقة خفض التصعيد، أنها منطقة آمنة للسوريين، أنها منطقة من خلالها أن يجمع أعدادا كبيرة من السوريين في هذه المنطقة من أجل أن يستثمر فيهم وقد منحهم الجنسية التركية. نعم. ويقوم له خدمات تحت العلم التركي بالتاكيد ويمارس عمليه التكريس باللغه التركيه. اذا ربما هذا وهنالك وجود قوات مسلحه تركيه ثقيله. ربما هذا ايضا ما اشار اليه الكثير من الخبراء في مساله منح الجنسيه التركيه واستغلالهم حتى لامور داخل تركيا. اشكرك شكرا جزيلا لك اللواء محمد عباس نائب مدير الاكاديميه العسكريه العليا السوريه سابقا. اذا مشاهدينا الكرام نذهب الى هذا الفاصل القصير ونعود لاستكمال الان، ابقوا معنا.